لما بيقولوا لي دلوقتي معاك فلان، نعم انا شخصيا اتبسطت جدا، لانه اولا كابتني وله فضل كبير عليا انا شخصيا، وانسان محترم جدا، ومصر كلها بتحبه، وكل حاجه حلوه فيه. اسكندراني ولا ايه؟ هنسمع دلوقتي. يلا الو كابتن اسلام، اهلا بيك يا كابتن، يا كابتن مصر. جدا ان انا طبعا موجود معاك، ومعاك كابتن احمد عبد العزيز الشوبير. طبعا اصله على اسمي احمد عبد العزيز كاس. ازيك يا كاسو؟ حبيبي يا كابتن شوبير. حبيبي يا كاسو، ازيك؟ منور الشاشه نورك يا حبيبي، ومنور الدنيا كلها. نورك انا على والله. فكره انا سعيد ان اول واحد بتكلم معاك النهارده، وخلينا اتكلم على جوانب كتيره جدا في شخصيه كابتن احمد شوبير. اتفضل يا كابتن. وطبعا كابتن اسلام مش عايز اقول لك يعني من الشخصيات. لا يا كابتن، انت ما تقوليش يا كابتن اسلام، انت تقول لي يا اسلام. لا انا اللي اقول لك يا كابتن، عيب. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت كابتن. لا يا كابتن، كابتني وعلى دماغي وفضل كبير، انت عملت معايا حاجات كتير قوي. اتفضل يا كابتن. لله سبحانه وتعالى باجتهاد. ربنا عايز اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام. اتفضل. خلينا نتكلم بقى على الجوانب، لان الناس ايه ممكن ما بتشوفش الكلام ده كله. ايوه كابتن شوبير، انا هتكلم على وقائع كتيره جدا. كابتن شوبير كان من خلال منتخب مصر، من خلال علاقتنا في منتخب مصر، قعدنا حوالي سنتين كامله مع بعضينا، اكلين شاربين قاعدين، ما كانش في دوري، ما فيش فتحس بقى بالقرب والكلام ده، فتقدر تحفظ او تعرف معاد الناس. يعني طبعا المدام ربنا يديها الصحه وربنا يبارك في عمرها، مش هننسى بقى ورق العنب والحبايب ده لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي. خلي بالك. فما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها. يعني كنا احنا مثلا كان عندنا الكابتن جوري كان قافلنا، يعني عارف ايه، الله يرحمه، كان قافل، ما فيش لا اكل زياده ولا صحيح. كنا نميل على مين؟ كنت انا واسماعيل واحمد رمزي واشرف قاسم، ودي نميل على الكابتن شوبير. كابتن شوبير احنا واقعين، يكلم المدام يعمل لنا ورق العنب على حمام محشي عشان نقدر ندور، وده يقف هنا عشان يشوف الكابتن جوري قاعد ولا مش قاعد. يعني كان فيلم كبير جدا. عشان نعم. عايز اقول لك قد ايه مدى الترابط والعلاقه بتبقى جميله قوي ومرتبطه قوي، وما زالت الحمد لله رب العالمين لوقتنا هذا. احنا مثلا بطلنا كوره مثلا من كتير، او من مثلا من سنه 94 او 92 العلاقات مش هقول بعدت، لكن ما بقاش في تواصل بيننا، لكن الحمد لله رب العالمين الجيل ده في ارتباط كبير قوي. وده اللي انا عايز اقوله من مفهوم كره القدم. مفهوم كره القدم مش ان 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 ان, إن في منافسه، عايز اقول ان في منافسه، لكن مفيش اصلا معركه بيني وبينك. صحيح. جميله صحيح. جدا، وتخرج منها بعلاقات طيبه بينك وبين زمايلك. طبعا. وما زالت الحمد لله العلاقات، يعني الحمد لله تربطني بالكابتن شوبير علاقه طيبه طبعا. جدا طبعا. ومحافظين على العلاقه ديت. وعلى فكره انا عمي الله يرحمه اسمه احمد عبد العزيز. نعم طبعا. بس كان بقى زملكاوي جامد قوي. حبيبي يا كاسو. بس انت مصر كلها بتحبك يا كابتن، بعيدا عن طبعا. اي شيء، ولكن مصر كلها بتحبك لاحترامك ولادبك واخلاقك طبعا. ويعني دائما ما بتكون قدوه كبيره جدا لناس كتيره جدا والله يا كابتن احمد. لا انا عايز اقول ايه، يمكن انا كويس كمان ان احنا بنتكلم في ده عشان حتى نبعد عن حته التعصب شويه. طبعا. لان احنا كنا بتاع. انا عايز اقول لك الحاجه، انا احمد الكاس، انا رحت النادي الاهلي ولعبت جوه النادي الاهلي مع الكابتن ربيع ياسين، ولعبت خماسيات هناك معاهم. عايز اقوله هو ده، احنا نفسنا ان احنا تعود الحاجات ديت من خلال انا عايز اقول بس سر والكاس معايا لاول مره. انا حاولت مرارا وتكرارا ان الكاس يجي النادي الاهلي، لان انا كنت مؤمن جدا جدا بموهبته، لكنه والده الله يرحمه طبعا. كان بيميل للزمالك يعني. فكنا هو مسمي كنا مسمين والده زيزو الله يرحمه، الله يرحمه يعني كابتن عبد العزيز، هو اللي مربيه زيزو أساسي. طبعا يعني. فكان فهو قال لي الوالد والزمالك، قلت له طب خلاص يعني مش هنقدر نتكلم، خلاص ما تقدرش تفتح بقك يعني. فقلت له خلاص يعني طالما كده. بس الكاس كان من الناس اللي انا كان امنيتي بالفعل يلعبوا في النادي الاهلي طبعا. صحيح. شكله طبعا لا اقصد شيء، ولكن هو الحقيقه كابتن احمد له جميل. انا اصلا حضرت كابتن احمد الكاس وانا جميل. عندي 16 سنه مثلا ولا 15 سنه. كاس جميل. كنت بتفرج عليه وبيعمل ايه في الملعب. لا لا لا، كاس بتفرج عليه بيعمل ايه في الفاولات اللي كان بيحطها دي. لعيب كوره وبني ادم وانسان، كل حاجه جميله ما شاء الله عليه يعني. يا كابتن احمد يعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا اولا. انا يعني جدا ان موجود النهارده وشفتك النهارده وشايف الكابتن شوبير. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك. سهره سعيده مع كابتن احمد عبد العزيز شوبير ان شاء الله. بشكرك انا بس اتمنى لك يا رب التوفيق، واتمنى للنادي الاولمبي السنه دي ان شاء الله ان شاء الله الصعود تحت ايدك يا كابتن احمد ان شاء الله، وانا متاكد من كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كاسو باذن الله. شكرا جزيلا للكابتن النجم الكبير الكابتن احمد
كاس واحد من اهم وافضل لاعبي كره القدم في مصر. ده ملف تاني هنبقى نتكلم عليه على المنتخب.